حكم هكلمك اليوم، اليوم نتكلم على الحمار، الحمار حقنا. الحمار بالعالم جنسه بينك وردي، وحقنا جنسه اسود. انا كنت اقول انه كل الدواب بالعالم الجنس حقها اسود، واكتشف لي انه الصعبي حقنا من كثر ما هم لبب، ما بش ميرتعين، ما بش طعم، ما بش تقول انه يعني لانت فدقن يبكر بالصبح الصعبي معه خيط تقول حلاق، ما بش حشيش. يا رحمته حتى للدواب حقنا. وهنا جنبنا هذا واحد معه مزرعة، معه 4 دواب 4 حمير، مقانها قنش لي سنة. وش يسمع الحمار ينهق ما بش، أما أنا قهني غردن بتويتر توت توت، وحقنا ما تسرش تقابضه تفك له من السفل، هات لعيق نهيق واصل ينعق طريق الطريق بالوادي، ينهق بالجرين ينهق ما تدري شموبه هبه يعني تقول انه مسكو. ولا زاد خلف دابه من جنبه سرحت، فتح الله علينا القريه كلها تلاحق تفرع على الدابه، وهات ندق من البج قبيله اهل الدابه واهل الحمار والعزله اداره الناحيه، وهات فروقات بعد نخرج العدل حقنا، عدل الدابه وعدل الحمار. ليش حتى الدواب حقنا مساكين، حيوانات حقنا مدمرة. ولا الأسد، الأسد حق من قدر، من هو اللي صاله ولا حديقة الحيوان صنع قد رحت انت حديقة الحيوانات؟ أنا يعني ما قبصرك شنا أسد يركبوا ب50 إلا باليمن، متر اقترب متسيكل يتريبو تداله 50 وتركب أسد، أسد معه بالتاريخ 1500، الهزبر الغضنفر الكاسر القلفاد المدريمه، وعندنا قمعو ذمر ما بش أسد يأكل زعقة يأكل ضنفة يأكل زلابية تداله هريسة يقرط وصلا مشبك يأكل جلجل مماجع جوع للصدم حمار الدوه له يأكل، لا ما الصدمش حمار يصوم يعصب على بطنه بحجر. بعدها شفت لما تروح حديقة الحيوانات هنا بالبرانك زو ولا بأي مكان بأمريكا ولا بالعالم كله، تحصل الأسد جالس بالكوخ حقه وقور، والناس تمشي من جنبه واو، وحقنا جنب الشبك، جنب الشبك واصل هكذا بالحدايد مراعي الشي سلف 200، من ما خلف الشي أي حاجة منه حتى ناخذ السيارة. والقرود من قهر حشب القرود بحديقة الحيوانات؟ تحصل القرد ما يجيش الا يبخر بيطيزه، ما لاش داري الا ما حد لي يلحقه اصلا، يدوا لهم كفته كفته حقات بالعشيله القرود، وانت اسكن لك قرد وخزان بكفته فياجرا فرس، ما يجيش الا يحوش، ما يجيش الا يبخر بيجحر ولا حال، من حل حال من حل حال ما يقرش. فعله فعله دمر حياة الإنسان اليمني، حيوان والطائر وال... بس أنا قلت أقول لكم اليوم الحلقة اليوم على عالم الحيوان مساكين الدواب حقنا بس.